السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ نعمل معاكم وصفه جديده، السمك المقلي ورز الصياديه. اول حاجه هنقول مكونات: عودين كزبره متقطعين، وخمس ست فصوص ثوم، ومعانا معلقه ملح كبيره، ومعلقه فلفل وكمون، ومعلقه نص معلقه كزبره. وهنا معانا السمك متنضف ونعينه في ميه. اول حاجه هنهرس الثوم وعليه الكزبره، وهنضيف معاهم الملح والفلفل والكمون ونص معلقه كزبره. هنضيف كل المكونات على بعض وهندقها كويس. معانا هنا في المدقن ومش محتاجه المفرمه، وهنهرسهم كويس جدا. ممكن تعمليه في مفرمة عادي جدا يعني، بس هنا بستسهل معاكم. طبعا احنا منضفين السمك ونعينه في مية وليمون عشان ننزل الزفرة بتاعته. وبعد ما بنهرس التوم بالكزبرة بالفلفل والكمون وكده، هنشيل السمك من المية وهنشطفه طبعا بمية نضيفة تاني مكان الزفارة اللي نزلت من الليمون، وهنحشي السمك كويس جدا. هنا خلاص خلصنا الفرن. هنجيب السمك اهو زي ما انتوا شايفين، انا طبعا كنت شارياه جاهز متنضف، بس طبعا بنضفه تاني مكان ما بيكون كده انه ما يكونش متنضف كويس. بجيبه بنقعه في مية وليمون لحد ما ينزل اي دم فيه اي زفارة فيه وكده، وبغسله تاني بمية بيضة نظيفة. بعدين ببدأ احشيه بالخلطة اللي انا عملتها له، واسيبه يتنقع طبعا بالليمون قبل ما بحشيه حوالي ربع ساعة او كده. وبعدين بحشيه الخلطة ديت وبسيبه يتبل ساعة او ساعتين. طبعا لو انت مستعجلة ممكن تسيبيه نص ساعة عادي، مفيش مشكلة. احنا كده شلناه من المية، وهنحطه في المية النظيفة تاني. كده صفيناه من المية بعد ما غسلناه كويس. وهنبدأ نحشيه. طبعا طريقته سهلة جدا جدا، وطبعا كلكم بتعرفوا تعملوا السمك طبعا، حاجة مش جديدة، بس دي طريقة لتعليم المبتدئين. هنا هنبدأ نحشي السمك، نحشيه من جوه كويس ونمسح عليه من بره كده عشان يبقى متبل كويس ومتملح. وهنبدأ نرص في الطبق، هحشيه معاك واحدة واحدة وهتسع التتبيلة كويس جدا فيه زي ما انتوا شايفين معانا كده. طبعا الخلطة دي بتبقى جميلة جدا، ممكن تستغنى عن الكزبرة، ممكن تحط خضرة أو شبت، ممكن تستغنى عنهم خالص لو ما عندكيش، بس هي بتديله طعم مختلف شوية، بيكون حلو وريحة جميلة. نحشي كويس الأطراف لحد أول الرأس من جوه أهو. وبعد ما بخلصه بجيب شوية ملح معايا وبرش عليه من بره عشان خاطر يتملح كويس. ولو انت مستعجلة هيتملح معاكي بسرعة،
لو هتسيبيه ساعة أو ساعتين ممكن تستغني عن الملح اللي هترشيه بره عادي، بس ده أنا برش عليه شوية ملح عشان هيكون مستعجلة، يعني هسيبه حوالي نص ساعة بس وهقليه على طول. هو برش عليه مية ملح من بره وبقلبه الناحية التانية بدعكه كويس بالملح وكده. هسيب السمك يتبل معانا نص ساعة، هاجي معاك وهجيب بصلة متوسطة وهنخرطها خرط صغيرة، ممكن تفرميها في المفرمة برضو وممكن تقطعيها بالسكينة صغير. وهنا حطينا الزيت على النار وهنحط فيه البصلاية وهنقلبها لحد ما تحمر، وبعد كده بنضيف عليه المية وتاخد غلوة وهنحط الرز. هنا بقلب البصلية عشان تحمر وأضيف معاكم نص معلقة ملح على البصلاية عشان تحمر كلها وتاخد لون واحد ما تتحرقش من الأطراف، نص معلقة ملح أو معلقة على حسب كمية الرز اللي انت هتعمليها. هنا الملح بيساعد معاك ان البصلة تحمر بسرعة وكلها تاخد لون واحد. هنقلبها وهنا البصلة هي احمرت خالص، هنبدأ نضيف عليها نص معلقة كمون وربع معلقة كزبرة أو زعتر وورقتين لولو وهنقلبه كويس. هنا البصلية زي ما انتوا شايفين خدت كلها لون واحد ما اتحرقتش مننا. وهنا بنكون غاليين مية ونضيف المية على البصل، طبعا نخلي بالنا عشان بتطلع بخار جامد. هنا ضفنا المية على البصل ونسيبه تغلي غلوتين المية بالبصل، وبعدين نضيف عليه الرز ونقلبه تقليبة وبنغطي عليه لحد ما بيتشرب معانا، وهوريكم النتيجة في الآخر. هنا عامل معاكم طبق السلطة وتعالوا نبص على الرز. بسم الله ما شاء الله الرز اتشرب معانا اهو، هنديله تقليبة خفيفة كده من على الوش، طبعا خد معانا لون واحد كله. طبعا غطينا عليه وسيبناه كامل شيب لحد ما نقل السمك. هنجيب السمك نقلبه في الدقيق، نمسح السمك بالدقيق كويس وبعد كده ننفضه من الدقيق عشان ما يحرقش الزيت معانا ولا السمك يتحرق وياخد اللون الذهبي الجميل. وهنقليه معاكم في الزيت، نفض السمك كويس من الدقيق. انا حطينا سمكتين في الزيت اهو هنقليه، طبعا مش بنقلب على طول، هنقلب بعد الجنب ما يستوي وهتشوفوا النتيجة في الاخر. هنا طبعا خلصنا عليان السمك والسلطة اهي، ومعانا الرز لون واحد كله لون ذهبي وهنا السمك بقى معانا جاهز واخد كله لون واحد ومش محروق. وكده نكون خلصنا غدانا النهارده. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتراك في القناة وقولوا لنا ايه رأيكم، وشكرا لمتابعتكم.